التحديات المتعاقبة طالت تبعاتها العالم بأسره، ولم تكن مصر بمعزل عن هذه التحديات، فجاءت الدولة السادسة من مؤتمر مصر الدولي للبترول لتعزيز التعاون والشراكات بين الدول في قطاع الطاقة والبترول وخلق الفرص للتعرف على كيفية تغلب الاقتصاديات العالمية على الأوضاع الجيوسياسية الحالية. في البداية من الرائع أن نكون هنا مرة أخرى، لا سيما بعد جائحة كورونا، فلم نكن هنا منذ عام 2019. أنا سعيد أن أكون هنا مرة أخرى. هنا تعقد وتبرم العديد من العقود الدولية والمحلية، وبالنسبة لنا كشركة نفط تعد هذه الفرصة ذات أهمية كبيرة وحيوية. أكثر من 32 ألفاً من بينهم وزراء ورؤساء كبريات الشركات العالمية للطاقة والبترول والغاز والتكنولوجيا يجتمعون لبحث أهم القضايا واستعراض أفضل الحلول والاستراتيجيات التي من شأنها تغيير مستقبل القطاع الطاقي من خلال 65 جلسة نقاشية. أعتقد أنه مؤتمر ذو أهمية كبيرة اقتصادية، حيث هناك زيادة كبيرة في حجم قطاع الطاقة، وعلينا المزيد من العمل لإيجاد الكثير من النفط ومصادر الطاقة. وحتى وإن كان هناك مستقبل كبير أمام الطاقة النظيفة، لا زال البترول له أهمية كبيرة لكافة الشعوب. ينعقد هذا المؤتمر في ظل ظروف عالمية غاية في الصعوبة، لم تبدأ الحقيقة من العام الماضي، إنها بدأت منذ عام 2020 نظرا لجائحة كورونا اللي هي طبعا أدت إلى ضعف كبير في أو توقف يعني سلاسل الإمدادات في العالم، أدت أيضا إلى إنتاج قليل، وقفت أيضا كثير من مصادر الدخل لقارة إفريقيا، وبالتالي كانت هناك معاناة شديدة أيضا للاقتصادات إلى جانب المعاناة الصحية. البحث والتنقيب في البحر المتوسط بمثابة كنز الطاقة للقارة العجوز. وفقا للتقارير العالمية، فإن أذرع آلات البحث والتنقيب لا تتوقف عن الاكتشافات والتي بدورها تسهم في تقليل الآثار الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية. وبنسبة 90% تصدر الدولة المصرية بقيمة 8 مليارات دولار لأوروبا من الغاز الطبيعي، وذلك بزيادة أكثر من مليار دولار عن العام الماضي. لذا جاءت نسخة إيجيبتس 2023 تحت شعار شمال أفريقيا والبحر المتوسط، دعم العرض والطلب العالمي على الطاقة المستدامة، للتأكيد على أهمية الإقليم العربي والإفريقي بهدف تحسين أوضاع الطاقة في ظل المتغيرات العالمية. فرح الخولي، هنا القاهرة عاصمة الخبر.